هناك واقف معي كوينزين طبعا ازرق واحمر، تلعب باص وانت تلعب ركز مع اللون اللي راح ارفعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله مرحبا. اليوم انا في اكاديميه فارس، جاي كني لاعب، ابنزل معهم في فرع مدارس الصداره، وباذن الله اني انا بستمتع. اخيرا خلاص الدكتور قال لي تقدر انك تلعب بعد الاصابه، ويلا خلونا نستمتع. احمر بعدين تيجي من هنا تلعب باص لخويك، يلا اسرع اسرع اسرع. طبعا هذه نموذج، بعد شوي نبدا التحدي مع اللي بعده. حلو واضح واضح. ها شوف 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 الكوتش، ها ازرق ازرق ازرق، خذ خذ الكره، روح 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 روح، اسرع 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 اسرع، روح 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 روح، تعال لي باص باص باص. ها ها مين الاول مين الاول؟ آه انا الثاني، تاخرت. يلا يا شباب ننزل عشان تاخرنا. فيصل قاعد يلعب باص بدون ما يشوف الكوتش. بسم الله نسيت نفسي قاعد تسوي، اتوقع ما يسمع. خلصنا التسخين وخلصنا التمارين، الان جينا عند التقسيمه وان شاء الله تستمتعون معنا. طبعا باكاديميه فارس فرع الصداره ما شاء الله تبارك الله لنا 4 شهور وكل شوي يجون ناس جديدين. طبعا في اكثر من ملعب، اليوم انا بصور بهذا الملعب. تحدي كوتش، في عقاب الخسران. في عقاب 50 بوشب، 50 لا لا 50 يا شباب. تحدي جاهزين؟ هذول الفريقي، تعالوا تعالوا عشان الكتفك نعطيها بطن. 50 بطن حلو، ترى بتعب نفسك كذي بتخسر. طيب 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 قالوا بدال البوشب بطن 50. طيب انت وياه تلعبون هنا، ما في مهاجم صريح، انتم متاكدين متوسط ولا جامع؟ كلكم اطول مني. يلا كلنا 1 2 3 فارس. الحين تحدي، والتحدي هذا خرافي. ليش؟ لاني اول مره ارجع الاكاديميه بعد الاصابه. يلا يا شباب يلا، يا ويلهم. يا شباب يا شباب يا شباب، اخر لاعب ما يسحب، اخر لاعب على طول يفكها باص. تعال تعال واحد. جرب جرب جرب، اقوى اقوى، جرب اقوى. بطل حقتك. يا ويلكم يا شباب يا ويلكم. يا عرضة يا لعيب. ها تعال هلو. شكرا شكرا. لعيب لعيب، شكرا شكرا. تعال تعال يلا، هدف هدفك هدفك.
هلو اللي يسوي الحركة هذه أبعشي عشاء ها بس سوى بدون عارضة. شوف أول شيء تقدم رجلك اليسار هنا حلو، بعدين تصقع هذه بخفيف، إذا صقعتها بخفيف هذه الدفة فهمت. شوف تحط رجلك هنا. خلصنا الشوط الأول 4-4، الآن الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يسار 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 يسار، روح يسار. أيوة لك. اوب اوب اكس اكس، اضغط اضغط اضغط، لا تنتظر اضغط حقتك. ايوه لعب هذا الضغط. اضغط 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 اضغط، يلا هدف 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 هدف. صوتك صوتك. يلعب يلعب يلعب. الله لك لك ها عندك تاخذها تحدك. قالوا تعال مع الفريق الثاني الازرق. ازرق ترى في تحدي ها. أزرق في تحدي ترى، أزرق في تحدي، أزرق العب لا تنسى تحتفل بعد الهدف. أضغط نبي هدف نبي هدف. ها على طول على طول شوت. اوكي حركة حركة. تعالي 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 ثانية. شكرا. اجمع اجمع. صح صح صح. اوف ها واحدة لا. معليش تعورت ولا شيء؟ ها تعالي تعالي تعالي. فزنا عليهم وخليناهم يسوون بوشب، لكن ما لحقنا على التصوير. إذا عجبكم التصوير بالطريقة هذه، المايك يصير هنا واروح الأكاديمية، اكتبوا لنا وإن شاء الله نصير نصور بنفس هذه الطريقة.